في أواخر الخريف يمارس الرجال الأنشطة الترفيهية مثل سباق الخيل وبازكاشي في صحراء غوبي للاحتفال بعيد الأضحى. عيد الأضحى يعرف أيضاً باسم بو أربان، ووفقاً للتقاليد يذبح كل رجل من قومية القرغيز كبشاً أسود للتضحية به في هذا اليوم، ويقسمه إلى 12 قطعة كبيرة. خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى يزور الأقارب والجيران بعضهم بعضا. في كل منزل يقدم صاحب البيت وعاء من شاولو با إلى الضيوف، حتى إذا كان الضيف شبعان للغاية لا بد من تناول بعض لحوم الضأن. سواء في الأعياد أم في الأوقات العادية، تعود أبناء قومية القرغيز على وضع مفرش المائدة أمامهم عند تناول الطعام. يقول الناس إن حجم مفرش المائدة يمثل حجم صاحب البيت وثراء الطعام وكرم الضيافة. هذا يدل على صدق القول المأثور: الصداقة والحماسة هما ذهب قومية القرغيز.